القيد انا ماليش دعوه بفكره التوجه وفكره فكره التوجه بتاع انا مش عايز ازود العدد ومش عايز أزود. كل من يستحق القيد في نقابه الصحفيين وصحفي وزميل وادى وعامل واشتغل بالمهنه سنه واثنين وثلاثه وشهد بعينينا ده ازاي اقف قدام قيده؟ لابد يعني تاثير واغلاق من ناحيه، اغلاق ضد اغلاق الماسوره المفتوحه بتاعه الناس التي لا تستحق، دي موجودة كتيرة جدا. يعني احنا عندنا لا تستحق بتدخل من كل الصحف، لا استثني صحيفة. المفاجأة ما تقولوش في جرائد بتدخل وجرائد ما بتدخلش، كل الصحف بلا استثناء بتدخل ناس لا تستحق، بتبعت في الجدول بتاعها ناس لا تستحق، وكل الصحف بتظلم ناس تستحق في القيد. موضوع القيد ده بالذات، موضوع القيد ده موضوع حساس، وعلى فكرة المفروض يعني لجنة القيد ليها دور كبير. انا ليه عين، انا عارف الزميل ده شغال، الزميل ده مش شغال، الزميل ده طالع فجاه، الزميل ده ما بعت لي بعد 3-4 شهور، الزميل كل ده واضح. لا انا نفاجئ في لجنه القيد ان الزميل اللي هو شغال والزملاء كلها عارفينه صحفي من سنوات طويله مؤجل، والزميل اللي لسه ظاهر في الجريده دي او في الوسط نفسه من 5 شهور أو 6 شهور مقبول، ففين المقاييس؟ فاحنا الموضوع كله في القيد عايز شويه ضبط وضبط وقواعد واسباب للرفض واسباب للقبول. ده بالنسبه للقيد يعني.